اهلا بحضراتكم من جديد مروه. يعني تاريخ كبير ما شاء الله امانه، يعني حاجه تشرف وتشرف مصر كلها. وانتوا اخباركم، يعني نيس عامله ايه؟ انت فاضل لك كام سنه في عقدك الاول؟ انا فاضل لي السنه الموسم دوت ان شاء الله، وعندي في عقدي كمان 1 بلس 1، يعني ممكن مع امكانيه ان احنا نجدد سنه كمان. يعني ان شاء الله ربنا. مرتاح مع نيس مروه؟ الحمد لله، انا كابتن الفريق من 2016، يمكن انا انتقلت نيس 2015، بعدها بموسم على طول بقيت كابتن الفريق يعني. فالحمد لله والله، يعني واخده وضعي وبلعب كويس الحمد لله رب العالمين، توب سكور بتاعت الفريق، فالحمد لله فضل ونعمه من ربنا الحمد لله رب العالمين. طب ازاي برضو خلي بالك انت في فرنسا، انت عارفه المجتمع الفرنسي مش سهل تخش جواهم، يعني يعني خلافا شويه عن اي المجتمع حتى في الرياضه، يعني نادر لما تلاقي لعيب راح فرنسا تألق يعني في العاب كتير حتى كره القدم ما لقيناش. عملت ازاي ده في المجتمع؟ ايه الصعوبات اللي قابلتك اول ما رحت المجتمع الفرنسي؟ والله ان كان انا انتقلت لفرنسا كانت في 2010، الوضع كان صعب جدا برضه ما اكذبش عليك، يعني صحيح زي ما بقوله. يعني الوضع كان صعب جدا جدا، اختلاف في كل حاجه، عادات وتقاليد، اللغه برضه صعبه جدا. لكن الحمد لله بعد كده والله كان من دعاء امي وابويا ليا، الحمد لله ربنا كرمني بعيله تونسيه كده بيتكلموا عربي، فوقفوا جنبي جدا 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 الصراحه، واحنا لسه اصحاب واهلي لحد النهارده. كان ده اللي ساعدني، واقف معايا شويه، هم اللي كانوا بيترجموا لي وبتاع، وبعدين مع الوقت خلاص تأقلمت، لقيت نفسي بتكلم فرنش اصلا زيهم. فالدنيا الحمد لله. اللغه لما بتبقى بتتقنيها خلاص بتبقى طبعاً بتتحل طبعاً على طول. طبعا اعتقد ان هي اهم مشاكل اللاعبين اللي بتقابلهم في الغربه هي اللغه، مجرد ما تتعلم اللغه كل حاجه بتبقى سهله بعد كده معاك جدا. طبعا بالذات لعيبه الكوره كمان، اعتقد ان كذا لعيب لو كان طلع معاه لغه كويسه اعتقد كان الوضع هيختلف خالص، او بيتكلم اللغه اللي بيلعب فيها. صحيح، بس مروه غريب، يعني كره اليد السيدات مش على الخريطه الافريقيه، بكلم بكل صراحه، يعني محدش يزعل. لا لا لا، دي حقيقه خالص، ما عشان كده خرجت بره مصر. يعني انا بكلمك بامانه، يعني للاسف مفيش منتخب، الاتحاد ما بيش دايما بيحافظ على المنتخب، مفيش اصلا يعني. دي حقيقه. ازاي فرنسا شافوكي؟ ازاي قال لك احنا عايزينها؟ وازاي خاطروا بكده؟ يعني في تونس يعني سندس راحت ما بيتشافوا، بيتشافوا، راحت بطوله عالم. صح. انت ازاي طلعتي؟ والله انا يعني طلعت، كان ليا زي تقرير مقال، والتقرير صراحه جميل ومذاكرين قوي يعني صراحه. طبعا اسم كبير. استاذه عزه طبعا حافظ حبيبه قلبي، وهي رئيس تحرير برنامج، بشكرها جدا على التقرير دوت، هي ومحمد ناجي والرجاله كلها اللي موجوده يعني في الاستوديو. دايما النادي الاهلي دايما عظيم باولاده يعني. بس ربنا يخليك. كنت سافرت 2010، بدات في نادي درجه ثالثه، يعني لان زي حضرتك ما قلت بالظبط، فكره ان هم ما يعرفوش حاجه عن مصر خالص في الهاندبول بالذات سيدات. كان انا بدات، اتنين من اصحابي مروه شوقي ومي عادل هم اصحابي في منتخب مصر، عملوا لي سي في وحطوا الفيديوهات بتاعتي بعد بطوله افريقيا 2010 وسوقوها لي، فتواصل معايا نادي لاروشيل ده، اول نادي لعبت فيه، وكان برضو ريسك في الاول، قال لي صح. العقد هيبقى 9 شهور لان احنا ما نعرفش قوي. فاهم، وهو شاف ماتش واحد ليا بس مع انجولا، والحمد لله الماتش ده كنت عامله فيه ماتش كويس قوي، كنت جايبه 13 جول حاجه كده قدام انجولا بطل افريقيا، فربنا كرمني بيه يعني الحمد لله. ورحت وسافرت وخدتهم من درجه ثالثه، صعدت بيهم ثانيه وقعدتهم في ثانيه سنتين، وبعدين لعبت بقى خلاص دوري ممتاز الحمد لله. عارفه لو بتلعبي في المنتخب وشافوكي كان هيوفروا عليك السنتين ثلاثه دول. جدا كنت هتروح النادي كبير على طول. كان هيفرق معايا جدا، كان هيفرق معايا جدا جدا للاسف، زي التجربه اللي انا خدتها في المانيا وانا عندي 17 سنه، بس للاسف كنت صغيره قوي، كنت عارف دوري درجه اولى على طول، نادي درجه اولى على طول كان بلومبرج في هانوفر. بس كنت صغيره، بعد اول يومين ثلاثه كده قعدت اعيط ما استحملتش فرجعت. الموضوع كان صعب شويه. يا قلبك يعني يا قلبك بجد، 17 سنه وطلعت تحترفي. يعني الموضوع برضو يعني، او سيبك من بابا وماما اكيد يعني كانوا سبورت ليك طبعا. يعني الشخصيه اللي انا شايفها دي اكيد في اب وام ربنا يعني تعبوا جامد عشان تبقى الشخصيه اللي قاعده قدامنا، ولكن 17 سنه تفكر تطلع المانيا في ظروف تانية ولغة تانية، قلبي جامد قوي والله. عفرت، ما هو ده بقى الطموح الحقيقي، فاهم قصدي؟ ان انت يبقى عندك طموح، بس طموح ليه؟ الطموح الحقيقي ان انت يبقى عندك طموح كده، بس هو في طموح مش حقيقي؟ طبعا في طموح مش حقيقي كتير، وشفنا كتير. انت فاهماني طبعا. انا فاهم طبعا، في طموح مش حقيقي كتير جدا يعني. الطموح الحقيقي ان انت تبقى خارج من مكانك كبير، انت تبقى خارج من المكان اللي رباك وخيره عليك، انت كبير من المكان ده، خارج كبير، بحيث لما ترجع. ادينا شفنا مثلا الحلقه العظيمه اللي عملها محمود حسن تريزيجيه مع كابتن اسلام الشاطر هنا. هم دول اولاد النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما بيقدر اولاده، خرج من الباب الكبير فرجع على الباب الكبير. هي دي الفكره، ان انت النادي الاهلي مش ضد ان لاعب يحترف خالص، بالعكس. انا النادي الاهلي سابني ببلاش اصلا، ما طلبش مني اي فلوس. ما كابتن في التقرير قلنا كابتن محمود الخطيب بالعكس قال لك ربنا يوفقك. بالظبط. فهو كنت ماضي عقد، كنت ماضي عقد مع النادي الاهلي، وماضي عقد على بياض. انا كده كده العلاقه ما بيني وبين النادي الاهلي هي علاقه ابديه يعني. مش عقد اللي هيربطنا ببعض، في حاجات اكبر من كده بكتير ربطنا مع النادي الاهلي. كلمه حلوه قوي. طبعا يخرج من الباب الكبير، يرجع للباب الكبير. هي دي الفكره. ترجع اجازه طبعا، ترجع من الباب الكبير. بالظبط. نشوفك في الصوره في ماتشات الكوره. بالظبط بالظبط، انا يعني بتشقلب عشان ادخل الماتشات يعني. وانت زعلانه ان انت مش رايحه المغرب؟
للاسف زعلانه يعني زعلانه جدا. كان نفسي اروح كان نفسي اروح المغرب قوي، اطلع من المغرب على فرنسا على طول، لكن انت اخر يوم ليكي في الاجازه يوم السبت، يوم الماتش ان شاء الله بالليل فجر حفجر لحد هتسافري هتفرج على الماتش واتجه للمطار على طول. ان شاء الله فرحانين يا رب، اللهم امين. يعني انت كنت عايزه تطلعي مع فريق الكوره المغرب تشجعيهم، ولكن ما اهتمش طبعا الماتش غير جمهور، الماتش للاسف من غير جمهور، الفيزا انك تاخدها المغرب صعبه جدا، فكنت هطلع من المغرب على فرنسا على طول لكن ما حصلش نصيب، فالحمد لله. المهم ان احنا نرجع ان شاء الله بالعشره يعني.